منذ الماضي السحيق والتراث الشعبي يندرج جيلا بعد جيل بصورة متواترة جميلة، ومن أشكال هذا التراث الزي الشعبي. وزي المرأة الفلسطينية رسم بخيوطه وخطوطه وألوانه قصة كل منطقة فلسطينية على حدة، ويظهر ذلك جليا في أثواب نسائنا. في فروق طبعا، مثلا تلاحظ الأهل الشمال ذات رام الله بيحبوا التطريز على اللون الأبيض، يعني اللون الأبيض الثوب الأبيض مطرز عليه بألوان هو اللون الثابت. عندك بالنسبة للعرب إسرائيل الألوان الغامقة أو الألوان يعني على أرضية غير الأسود، بس إحنا عندنا بدور أو بالجنوب الأسود هو الأساسي، تطريز يعني جميع أشكال الألوان بس على اللون الأسود. إقبال النساء على لبس الزي الشعبي في الأعراس والمناسبات السعيدة بدا ظاهرا ومتسارعا عن ذي قبل، ويأتي ذلك ردا على محاولات الاحتلال سرقة هذا الزي كرمز من رموز التاريخ الفلسطيني. كل عروس صارت الحين لما بدها تتزوج بدها ثوب، يعني أي عروس تتزوج تطلب ثوب، يعني هذا قبل أول طلب كلها أن يكون لها ثوب تراث. مركز التراث في مدينة دورة استطاع أن يطور أشكال الأزياء والأثواب الفلسطينية لتبدو بقصات حديثة دون التخلي عن الغرز والرسومات التي سطرت تاريخا عريقا يبدأ من الأجداد الكنعانيين وينتهي منقوشا ومزخرفا على هذه الأثواب. الحمد لله يعني سوي المشروع لقي إقبال كبير، جبت طبعا في عندي بنات مصممات أزياء، جمعنا زي ما تقول التراث القديم أو الثياب القديمة مع ثياب جديدة، وسوينا تصاميم جديدة وبأشكال جديدة، وبرضو حفظنا كمان في نفس الوقت على الثوب الفلسطيني اللي هو التراث الأصلي، برضو موجود عندنا بشكل جديد وموجود في عينات قديمة. كمان اتطور الثياب التراث لفساتين سهر مطرزة، فهذا الاشي ساعد انه إقبال وإحياء للتراث من أول وجديد. والأجمل في هذه البضاعة أن هذه الأثواب صنعت بأيد ماهرة من ربات البيوت لتعرض وتباع في هذا المركز. تعرف الثوب بأخذ كمية من الحرير، والحرير تعرف يعني بتوزع، طبعا بنوزع إحنا على البيوت على النسوان لعملية التطريز، وهذه عملية برضو كمان مش سهلة، يعني في يمكن أكثر من بدون مبالغة يمكن أكثر من 80 بيت عايشين من فكرة التطريز. تطوير الأثواب التراثية لتتناسب وأزياء العصر الحديث فكرة إبداعية وإحياء للتراث الفلسطيني وحماية له من الاندثار. لبرنامج هاي بلادنا، مالك يونس.